مؤسس جمعية النهوض والمرأة لصناعة الخيام وما يتعلق بالوبر والشعر مثل متارو. كنشتغلوا على هذه الخيمة، كنصلحوها، كتطلب منا مراحل باش تصلح الخيمة. احنا درك في محاميد الغزلان وفي المناطق المجاورة، وكيف شفتوا شفنا الإنسان هون في محاميد الغزلان والصانع هون في محاميد الغزلان، والتراث ذا كامل عندهم تبارك الله زين. وإحنا ضارك ماشيين وجا له يودعنا صديقنا، تفضل حمادي. مرحبتي. مرحبا. غير أنا سابق نودعك ندور نعرف سر هاي العزيمة وهاي الإرادة تبارك الله اللي شفتها عندكم. عقب منين ماتت الحية والنخل، أكدنا إحنا الشباب على عزيمتنا أن خصنا نخلقوا شيء في هذه البلاد ونقعدوا فيها. زاقورة، آه على غروب الشمس في سحر وروعة، ومنذ الشروق إبداع الصناع والتعاونيات على طول درعة. النحلي مبارك، مدينة عرفود، المدينة اللي كتشتهر بالسياحة وكتشتهر بالرمال الذهبية اللي كاينة فيها، المدينة اللي كتزدخر بالنخيل أو جميع أنواع التمور بالمنطقة، واللي احتضنت هاد السنة هذه ثاني معرض، أكبر معرض دولي في المنطقة، واللي افتتحوا سيدنا الله ينصرو. بالنسبة للصناعة الجلدية، كنصاوبوا البلغة، كنصاوبوا بعد الأفريشة بالجلد، كنصاوبوا بعد الخيام بالجلد، كنصاوبوا بزاف ديال الحوايج بهاد المادة اللي كتعرفها المنطقة، باش ما خصهاش تخسر وباش ما خصهاش تضيع، كنحاولوا نخدموا بها بعد الناس باش تكون اليد العاملة في المستوى المطلوب. مرحبتي بكم، راني ماني جايه نطرح عليكم ناشر، يا غير ذا اللي نقول لكم راهو حق. جبنا كسكس من الداخل، والعيون والسماره وقليميم وطاطا واس والرشيديه وزاقوره، وضرك راني طيبت لكم هون في ميدلز. مرحبا بكم معانا. هذا كسكس الباديه المخامس، وراهو تبارك الله زين وصحيح، وموجود في الصحراء المغربيه كامله من الداخل إلى فيجي. أيوة مرحبا بكم.
موسيقى.